هنا في دبي حضر فريق رقمي مؤتمر شركة أوبو للإعلان عن هاتفها الأحدث رينو، وأعلنت عن هاتف رينو مع تقريب بصري حتى 10 أضعاف. مراجعة سريعة. أعلنت أوبو عن هاتف رينو 10X زوم ورينو العادي، جاء من الواجهة بنفس التصميم. ولنبدأ مع رينو 10X، حين تنظر إلى الهاتف سترى تصميما عصريا لا وجود للنوتش أو الثقب، مع وجود الكاميرا الأمامية في سقف الهاتف تنبثق للأعلى على هيئة زعانف القرش. الإطارات نحيفة ولا أزرار ميكانيكية بالأمام، مع وجود مستشعر البصمة مدمجا تحت الشاشة. من حيث المصنعية يأتي بهيكل زجاجي وإطار ألومنيوم، الوزن 215 جراما وجاء بسماكة 9.3 ملم. الشاشة مقاسها 6.6 إنش بدقة Full HD Plus بكثافة 387 بكسل بالإنش من نوع OLED، محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 6، وهي بأبعاد طولية 19.5 إلى 9، وتمثل 93.1% من إجمالي مساحة واجهة الهاتف. من حيث الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد باي مع أحدث واجهة تشغيل من أوبو Color OS 6. المعالج من نوع سناب دراجون 855 8 نواة، الذي يعد أحدث معالج من كوالكوم بتردد يصل حتى 2.84 جيجاهرتز، ومرفق بمعالج رسوميات أدرينو 640 مع 3 نسخ من حيث الرام وذاكرة التخزين الداخلية، 6 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية، و8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية. ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت. يأتي رينو 10X زوم بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.7، والثانية بدقة 13 ميجا بيكسل وتضم عدسة بفتحة 3.0، كما أنها توفر تقريبا بصريا 10 أضعاف، والثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل جاءت بزاوية واسعة وعدسة بفتحة 2.2. تعمل هذه العدسات معا على توفير تغطية كاملة للبعد البؤري بقطر 16 ملم إلى 160 ملم، مما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات، ويدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور. أما الكاميرا الأمامية جاءت منبثقة بتصميم مميز من نوعه، تطلق عليها شركة أوبو اسم شارك فين، بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2، جاءت بزاوية واسعة ويمكنها التصوير بجودة HDR. علاوة على ذلك، صممت أوبو آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعلي إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر، وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائيا لحمايتها من التحطم. البطارية بسعة 4065 ملي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع فوك. يأتي الهاتف بخيارين من الألوان الأسود والأخضر، ومن المتوقع أن يتم بنهاية الشهر القادم في الأسواق العربية الإعلان عن سعره. هذا وتم الإعلان عن هاتف أوبو رينو، الشقيق الأصغر لهاتف رينو 10X زوم، لكن الشقيق الأصغر ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة، جاء بنفس التصميم مع شقيقه الأكبر، مع الاختلاف أن الظهر يأتي بكاميرا مزدوجة، بينما من الأمام لم نلاحظ أي اختلاف يذكر. الكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة واسعة بلغت 1.7، والعدسة الثانية بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4، بينما كاميرا سيلفي بنفس الدقة 16 ميجا بيكسل. شعرنا بالارتياح خلال مسكه باليد الواحدة والاستخدام، وهذا تطور في هواتف أوبو الأخيرة، ووزنه هو أخف من أخيه الأكبر بشكل ملحوظ مع وزن 185 جرام. الشاشة أصغر بمقاس 6.4 إنش من نوع أموليد بنفس الدقة، ومحمية بزجاج غوريلا جلاس 6. المعالج من الفئة المتوسطة سناب دراجون 710، ورام بنسختين 6 أو 8 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية بنسختين 128 أو 256 جيجا بايت. البطارية بقدرة 3765 ملي أمبير. وضعت أوبو مستشعر البصمة مدمجا في الشاشة، لكن كنا نتمنى لو كان بمكان قريب للمنتصف وليس بالأسفل، لأنه مرهق نوعا ما للإصبع.